أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من اعتاد على السهر فقام للصلاة في الثلث الأخير من الليل، فهل يعد له قياما أم أنه لا بد من أن ينام أولا ثم يقوم من نومه للصلاة؟ نعم لازم، المهم أنه يصلي من الليل، المهم أنه يصلي من الليل، ولكن الأفضل أنه ينام أول الليل ثم يقوم بعد النوم، هذا هو الأفضل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم.